مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دايما معاك. وقبل ما أبدأ حلقة النهاردة أحب أقول كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل شعب مصر بخير، ويجعلها يا رب سنة سعيدة علينا جميعا. حلقة اليوم النهاردة تهم كل النساء، لأن معانا خبيرة تجميل في مجالات الشعر والعناية بالبشرة، وازاي نحافظ على بشرتنا طول فترة الصيف والشتاء، ولكل عروسة بتستعد لأي فرح جديد. معانا خبيرة التجميل الجميلة أستاذة هيام خانوم، دبلومة في التجميل، ومعايا الزميلة هبة رشاد. أهلا يا هبة. أهلا يا نور، أهلا وسهلا بيكم أعزائي المشاهدين، وكل سنة وأنتم طيبين، ويا رب سنة سعيدة علينا كلنا. معانا النهاردة الأستاذة هيام خانو. طبعا أنا هسيبها هي تتكلم عن إنجازاتها الجميلة، وهي طبعا ما شاء الله عليها في اسكندرية صاحبة السبق الأول في علاج ترميم الشعر، لها خبرات سابقة جدا وإنجازات جميلة جدا في العلاج البشرة والشعر. هناخد كل التفاصيل وكل الأسئلة وكل المهتم بالصحة وجمال بعد الفاصل. رجعنا بعد الفاصل وبنستقبل ضيفتنا النهاردة أستاذة هيام خانون. أهلا يا فندم، شرفتيني. أهلا بيكي. هنتكلم الأول كده عن طبيعة عمل حضرتك وبعد التكريمات اللي أخدتيها قبل ما نبدأ في الأسئلة بتاعت حلقتنا النهاردة. تمام. بصي، هو أنا بعيدة شوية عن الشهادات بتاعتي، يعني تلاقيها مور ديفرنت شويه. انا اساسا ماجستير هندسه، واتجهت في مجال التجميل دوت من حوالي 7 سنين. كهوايه مش دراسه؟ الاول كانت هوايه، وحبيت ان هي تقنن بالشهادات الدراسيه يعني. فكملت في كارير بقى التجميل، وبعد ما خلصت الهندسه طبعا، وانا ستيل برضو بشتغل مهندسه وفي نفس الوقت برضو خبير التجميل. فطبعا هو الهوايه احلى حاجه ان انت يعني تتوجيها بدراسه، ان هي بس ما تبقاش هوايه بس، لا لازم تكون دراسه، ولازم دايما تحاولي تبحثي عن معلومات كتيره وتقدري تعملي ريسيرش كتير عشان تقدري تتميزي في المجال اللي انت داخله فيه، حتى لو انت بعيده عن المجال بتاعك اصلا. انا ماجستير هندسه، عامله دبلومه تجميل في مجال التجميل في العنايه البشره والشعر، وطبعا متخصصه في علاج الشعر التالف والمحروق والمتساقط والحاجات دي كتير. انا لسه بقول لهبه قبل الهوا، انا النهارده هحاول اكتسب منها انا ليا اكتر. انا جاي كده اختص بنفسي في كام سؤال، ومعانا صراحه كم كبير بقى. يا رب الحلقه بتاعتنا تكفي النهارده. طبعا احنا سمعنا ان حضرتك كنت الاولى في اسكندريه في علاج ترميم الشعر، عايزين نعرف القصه دي من حضرتك بدات ازاي. بصي يا ستي، هو دلوقتي فكره الترميم انا فكرت فيها ان هي انا ليه ما اعملش تريتمنت للشعر، وفي نفس الوقت نبعد عن 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 مشاكل البروتين وكريمات الفرد. فكان معظم الكلاينتس اللي كانت بتجيلي كانت دايما تقول لي انا عايزه اعالج شعري وفي نفس الوقت ما احتاجش لموضوع البروتين، لان طبعا موضوع البروتين الناس كتير قوي بتتخوف منه، وان هي تقول لك ان هي بيحصل لي تساقط والشعر بيتقطع. طبعا ده بيحصل يعني مش عند الناس كلها، ده لو عملته اكتر من مره، مش حته اكتر من مره، لا هو حسب طبعا نوعية الشعر. حسب نوع البروتين اللي طبق لها ايه. عند مين الطريقه نفسها اللي طبقت لها ازاي، هي اعتنت بيه ازاي بعد البروتين. كل دي حاجات مهمه جدا ان هي تكون مشيت عليها، او ان هي اخذت خطوه البروتين، فهي لازم اوريدي تكون عارفه الاثار السلبيه بتاعته ايه. الناس كلها متخوفه من البروتين، رغم ان البروتين كنوع من انواع العلاجات اللي هي اوريدي بتتوصف لحالات الشعر المجعد والتالف، لكن الناس كلها عندها فكره ايه، ان انا اجيب ازازه بروتين ونوزع علينا احنا واصحابنا وخلاص الموضوع انتهى على كده. لا طبعا، لا ده كل نوع شعر ليه بروتين مخصص ليه. في شعور لازم ليها بروتين امريكي، في شعور ليها بروتين برازيلي. الخلط ده كله الناس هي ما عندهاش باك جراوند عنده. فانا طبعا عشان ان انا اطلع من الحته دي كلها، قلنا هنعمل حاجه جديده اسمها الترميم. الترميم عندي بيختلف من شعر لشعر طبعا. اهميته ان انا اقدر اعالج الشعر التالف، اقدر اعالج التقصيف، اقدر ادي
ان الشعر يبقى ويفي شويه، او ان هو مثلا زي ما هي مثلا عايزاه ستريت، فده بيبقى الموضوع ده بيبقى في ايديا. ده بيبقى اكتر من جلسه؟ لا بتبقى هي جلسه واحده. في انواع من انواع الترميمات بتبقى اكتر، مثلا اكتر من جلسه، مثلا بتتاخد مثلا كل شهرين مره. دي مثلا بيدخل فيها الخلايا الجذعيه، بيدخل فيها الكولاجين، بيدخل فيها حاجه اسمها الاولبلكس، فده طبعا بيتم على ستيجز ثانيه. طبعا نرجع نقول في الاول وفي الاخر هو على حسب حاله الشعر اللي قدامي ايه، لكن الترميم هو علاج للشعر من الدرجه الاولى، بلس كمان ان انا بقدر ان انا الجذور اللي طالعه بتطلع بنسبه كويسه جدا، يعني بتطلع بحالتها حلوه. مش بنرجع نعالجها زي حاله البروتين؟ طبعا في عندي حالات كتيره جدا عملت ترميم والجذور طالعه كويسه جدا، جم عشان عايزين بس يعيدوا عليها، فقلت لهم شعركم مش محتاج، يعني خلاص اوريدي الشعر اتعالج، الشعر اللي تحت برضو لسه محافظين عليه، وبيبقى معظمهم في الاول في الاخر الناس اللي هي بتقدر تحافظ على التريتمنت بتاعت الشعر. طب هل بعد كده المكوى او الاستشوار بعد كده بيأثر على علاج الترميم ده؟ بصي هو الترميم اوريدي كده مش هتحتاجي لا مكوى ولا هتحتاجي استشوار اصلا، لان اللي بيعمل الترميم ده بيبقى خلاص زهق من حته الاستشوار والمكوى، لان طبعا التعرض للحراره المستمر عن طريق البيبيليس والاستشوار طبعا بيقصف الشعر، بيدمر الشعر، بيجي لك تساقط. في ناس ممكن بعد ما تعالج وتعمل موضوع علاج الترميم ده ترجع تاني لموضوع الاستشوار او البيبيليس؟ لا لا لا، هي ما بتحتاجلهوش اصلا، لان الشعر اوريدي خلاص بيبقى اتعالج 100%، ما بتحتاجهوش اصلا خالص نهائي، لان طبعا الضرر الكتير على الشعرايه، الشعرايه في الاول في الاخر تيوب، هي مش هتقدر تستحمل كل اللود بتاع الحراره دوت. هو في مرحله علاجيه بقى ما بعد الترميم؟ لا خلاص، هي الفاينل بتاعتنا هي عشان الترميم، عشان تحافظ عليه زي ما عشان تحافظي عليه بقى دي بالتريتمنت بتاعتك، بيبقى ليكي مثلا شامبو وبلسم مخصص ليكي، سيرم، حاجات كده بتبقي انت بتتابعي معايا. انا دايما الكلاينتس بتوعي بتابع معاهم ايه الاخبار، وصلنا لايه، الدنيا وصلت لايه. لو مثلا كلاينت عندها اساسا اوريدي مشاكل صحيه لازم بمشيها على علاج ميديكال برضو مع ده. مدته بتتراوح من كام لكام؟ لا هو مش ملهوش مده، هو بيعيش اصلا، هو يعني ما بيروحش من الشعر، طول ما الشعر بيطول خلاص، انت بس اللي بيطلع الجذور اللي بتطلع هي بس اللي بتعمل. مختلف جدا عن البروتين، البروتين بعد 3 شهور تقريبا بتبدا الجذور اللي طالعه. بصي هو كده كده اوريدي الشعر بيطلع، يعني هو كده كده شعرك بيطول، فانت سواء عامله بروتين، عامله ترميم، عامله اي نوع، فهو اوريدي الشعر احنا مش هنقدر نحجم ان هو ما يطلعش، لا هو هيطلع، بس هو هيطلع شكله ايه؟ يعني فاهمه قصدي؟ معظم الناس اللي هي بتبقى عامله البروتين سيء بتلاقي الشعر طالع ما زي المحروق، محروق ايوه، وشعرايه تحت بتلمع ومقصفه ومقطعه. فانا طبعا اتعرضت لحاجات كتيرة قوي كده. لا طبعا الحمد لله الترميم، يعني معظم الكلاينتس بتوعي بيجوا عشان يعيدوا، اقول لهم لا ما مش هنعيد. وطبعا لازم الاكل الصحي ده ما فيش جدال عليه. بصي هو الاكل الصحي هو كان خطوه احنا المفروض ناخدها عشان ما نوصلش مرحله الترميم، بس هو للاسف احنا كمصريين شويه حته الاكل ديت عندنا انبالانس فيها، ناكل حاجات جانك فود وناخد ناكل اكل بره وننسى الاهميه الحاجات اللي هي الغذاء المهم لينا. نقطه الترميم دي احنا هنقف عندها شويه، لان في كتير جدا ما يعرفوهاش. إيه بس كنت حابه انزل الصور والشهادات بتاعت حضرتك ونعلق على صوره معانا. تمام ماشي يا فندم، نزل لي الصور اهي. دي شهاده الماجستير بتاعتي. تمام. دي مجموعه شهادات بقى. طبعا انا كان نفسي ابعت لكم يعني الشهادات. احنا ناخد واحده واحده. دي الشهاده الكبيره ديت، دي كانت شركه من شركات البروتين والعنايه بالشعر. هم معظمهم شركات. في شهاده تحت كده كانت خارج النطاق، يعني أيوة. خارج نطاق التجميل. فيهم دورات طبعا، حضرت فيهم دورات، وفيهم كشهاده معتمده، كمدرب معتمد. ما شاء الله ده دراعي. طب انا عايزه اسالك سؤال. بالنسبه للي مش عايز بقى يعمل ولا بروتين ولا ترميم وعنده شعره هايش، تمام، بس عايز يعالجه يعني بحاجة كده بعيدة عن أي تدخل. طيب نيجي نقول إن الشعر الهايش سببه إيه؟ إحنا بنقول العناية اليومية بتاعته إيه؟ هتلاقي اللي شعره هايش ده دايما بيتعرض لدرجة حرارة عالية جدا، أشعة الشمس المباشرة، أو الرطوبة العالية، أو بمعنى أصح إن هو بيستخدم زيوت بطريقة كتير. فالشعر بيشرب الزيت
وينفش، تلاقي شعرها بتنفش. تمام، رغم ان المفروض ان الزيوت والكريمات ان هي تهدي الشعر وان هي ترطبه وان هي تخليه يعني هو اللي هيتم اغلبه بيبقى عند الاطفال لان اكتر عرضه للجو الخارجي للهواء. دي حقيقه فعلا. هو اهم حاجه بس العنايه اليوميه للشعر، بمعنى ان انا اقدر استخدم شامبو، استخدم بلسم، حاجه مناسبه للطفل. كل الناس عندها ثقافة حتة ان هو البيبي يتولد من هنا ياخد شامبو بدون ذكر اسمه ويفضل عليه طول العمر. لا يا جماعة، الشامبو ده عشان اول ما البيبي بيتولد، عشان البيبي بيبقى فيه قشرة في الراس، فالشامبو ده بيساعد ان القشرة دي تطلع بدون ما الطفل يتجرح، بلس كمان ان هو ما فيهوش مادة الصابون عشان كده عينيهم ما توجعهمش لما يجوا يستحموا. في اتصال وحد كان بيسأل بتقول هي عايزة تعمل شعرها كيرلي شامبو وجربت وما نفعش معاها ولا طريقه. تمام، ليه؟ هتلاقيها بتستخدم شامبوهات عاديه. لازم الشعر الكيرلي بالذات محتاج ليه عنايه خاصه، بمعنى ان انا في شامبوهات بتبقى مخصصه في الصيدليات او في المتاجر الكبرى، بتبقى مخصصه فور كيرلي هير. تمام، بلس كمان ان انت بيبقى ليه كريم تصفيف معين، مش اي كريم تصفيف عادي. هو ده اللي بيبقى مخصص للشعر الكيرلي. تمام، مش اي شامبو احطه على شعر البيبي او على شعرنا احنا حتى. لا، انا بفضل من الدرجه الاولى الحاجات الميديكال، هي دي الحاجات اللي بتبقى مصرحه من وزاره الصحه، وفي نفس الوقت ما بيبقاش ليها ضرر نهائي، وبتتشال بقى منها الزيوت العطريه والحاجات دي، حتى تلاقي الشامبو ريحته مختلف عن اي شامبو تاني. الشامبوهات اللي بره بيكتروا فيها العطور عشان يجذبوا الكلاينتس ليهم. وبالنسبه لقشره الشعر، في ناس كتير جدا برضو واجهت ليا السؤال ده، عايزين يعالجوا موضوع قشره الشعر ده، منتشر جدا. بصي، قشره الشعر هتلاقيها بتكتر اكتر في وقت الشتاء. تمام، طبعا انت على طول مغطيه شعرك وتطلعي الهواء ساقع، فالانبالانس في درجه الحراره دوت بيعمل قشره. بلس بقى ان ممكن تكون الفروه عندك بتفرز دهون كتيره جدا وانت ما بتنضفيش الفروه كويس، فالقشره تتراكم اكتر عندك على الفروه. طيب الحل بتاعها ان انا اجيب خل تفاح ونزوده بميه، يعني نسبه مثلا سي 1 لـ10 ونرجها، وبعد الحمى بنحطها على الفروه وندعك فيها، بس هتروح يعني هتروح. بلس كمان ان احنا لازم نستخدم الشامبوهات اللي هي مخصصه للقشره، في حاجات للفليكس بس. اما في ناس كتير ما بيجيش شعرها على الشامبو بتديله، لا هتلاقيهم بيستخدموا الحاجات اللي هي مش مناسبه. لا هتلاقيهم بيستخدموا الحاجات اللي هي اللي موجوده في السوق وبس. لاحظين انا بقول لك خليكوا تبع الحاجات الطبيه. في شامبوهات طبيه بتضيع القشره من اول تك على طول، انما الشامبوهات التانية اللي هي ضد القشره المفروض بتلاقيها تغسلي شعرك من هي تلاقي شعرك نشف جدا. ايوه، هي بتعالج القشره بس بس هي مفيش يعني، وهتلاقي برضو لازم هتلاقي في قشره. المنتجات التانية الاثنين مع بعض كعلاج للشعر الطبي. طبعا طبعا، بيبقى المنتج نفسه بيبقى حنين على الشعر. ايوه بس بالنسبه للبشره، بما اننا احنا دلوقتي في فصل الشتاء وطبعا مع تقلبات الجو ما بين الشتاء وبين الصيف، اكيد البشره بتحتاج عنايه مختلفه ما بين الصيف وبين الشتاء، باختلاف طبعا انواع البشره الدهنيه والجافه والمختلطه. طيب، عايزين نعرف ازاي في فصل الشتاء بالتحديد نعتني ببشرتنا. طيب نقول برضو نرجع لنقطه العنايه اليوميه، ان انا البشره بتاعتي قبل ما بنزل الصبح لازم بغسل بغسول كويس، وبعد ما بغسل بالغسول اروح حاطه تونر اللي هو بيقبض المسام. ما ينفعش ان انا انزل الشارع ومسامي مفتوحه، هلم اتربه وغبار بقى ورطوبه وحاجات كده كتير هتتراكم على وشي وتسبب لي بسور سود. طيب بعد ما بحط التونر بحط اي كريم مرطب، ويعني بيفضل كمان في فصل الشتاء ان احنا نهتم جدا بيه بالترطيب، لان طبعا هتلاقي تشققات، هتلاقي جفاف بشره بهتان. لا طبعا، حته ان انا احط كريم مرطب ويكون مناسب لبشرتي وما يكون ما جيبش حاجه لجميع انواع البشره. انا بشرتي دهنيه، اجيب حاجات للبشره الدهنيه، حاجه بشرتي البشره الجافه برضو للبشره الجافه. الناس اللي هي عندها اوريدي بشره مختلطه هتلاقيهم هنا وهنا وهنا، دول اكتر مناطق اللي هي فيها بشره مختلطه، بقيه الوش بيبقى بشره عاديه او بشره جافه. فهي دي اهم نقطه، ان انا اهتم بالمرطبات رقم واحد. رقم اتنين، والحاجه اللي هي موجوده عندنا اصلا في البيت، الميه.
اقعد اشرب في ميه كتير، ميه كتير طبعا، ميه كتير ان انا هقدر طبعا طبعا يعني الميه ليها يعني فوائد كتيره جدا يعني ما نقدرش ننكرها يعني، بس احنا بس مشكله ان الشتاء بنبقى بعاد شويه عن الميه فبتلاقي البشره جفت اوريدي. بالظبط. احنا معانا سؤال شائع في تساقط الشعر وعدم نموه، يعني ما بيطولش بسرعه، سواء دلوقتي طفل او كبير، وخاصه الام اذا كانت مرضعه كمان. فبتشكي من تساقط شعر كتير، وبتقول جربنا منتجات كتير وبرده عايزين حاجه تكون فعاله، تكون فعلا، ودايما يقول لك لازم 3 شهور عشان تبدا تشوفي نتيجه. فعايزه حاجه لنمو الشعر وتساقط الشعر. طيب نمو الشعر وتساقط الشعر لازم ابقى عارفه ان الحاله اللي قدامي عندها مشاكل صحيه ولا لا. يعني ممكن واحده تكون عندها انيميا فطبيعي الشعر بيتساقط. يعني هنعالج جوه وبره. يعني بالظبط لازم فيتامين معين. بالظبط اول حاجه قبل ما اقول او انصح اي حد بتساقط شعر او اقول له على اي تريتمنت، لازم اقول لها عايزه صوره دم كامله سي بي سي. تمام. انا اقدر اشوف النسبه بتاعه الهيموجلوبين عندها قد ايه عشان اقدر احدد هي هتاخد حديد ولا لا. تمام. اسالها تاني هل هي عندها موضوع عامل وراثي ولا لا، يعني ممكن هما يكون عندهم مثلا التساقط ده حاجه وراثيه. حاجه ثالثه بترضع ولا لا. تمام. كل ده لازم احطه في الحسبان. انما التساقط العادي اللي انا اقدر احط اقول مثلا انا شعري بيتساقط للليفل اللي هو عدى اللي انا لازم اروح لدكتور فيه فوق ال 100 شعراية. خلال ال 100 شعراية في اليوم ده المعدل الطبيعي بتاعي. اكتر من 100 شعراية لا، انت كده الموضوع فيه حاجه مرضيه او يعني لازم ان انت يكون ليكي مرجع طبي. تمام. العامل النفسي مهم جدا للتساقط، يعني دي اكترها هتلاقي الناس بقى اللي هي بتتعرض للتنشن. مش مجرد بقى ان انا اجيب منتج لا 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 بصي المنتج المنتج اللي هي بتساعد على عدم تساقط الشعر وليس الانبات. الانبات ده سكه تانية خالص. التساقط ان انا بس بقدر اخد فيتامينز تقدر ان هي تساعدني على لكن الانبات ده لو حصل فراغات. الانبات ده لو حصل فراغات طبعا. ده الانبات ده بيبقى لازم فيه ماده اسمها ماده المينوكسيدين. الماده دي هي المسؤوله عن انبات الشعر، ولازم بتتاخد في خلال سنه، وقبل السنه لو انت وقفتيها شعرك اللي بيطلع بيقع. دي بتاخد عن طريق ايه؟ دي ادويه بيبقى لازم فيها الماده دي. دي الماده الفعاله. عن طريق الفم يعني؟ لا مش الفم، عن طريق السبراي. سبراي للشعر. تمام. بس دي طبعا لما بتيجي تبطليها مره واحده الشعر اللي طلع بيقع تاني. فلازم لما بنيجي نبطلها بنبطلها تدريجيا. انما التساقط العادي اهم حاجه ههتم بالتغذيه كويس جدا، هراجع موضوع التحليل. الفيتامينز بقى اللي انا اقدر اخدها اللي هي بقى داخل فيها البايتين، داخل فيها مثلا الزنك، داخل فيها الفوليك اسيد، الحاجات دي مهمه جدا للتساقط. برضه ما ينفعش اخدها من نفسي لان كل حاله بتختلف. بالظبط. طبعا بالظبط. يعني في حالات طبعا ينفعش انصح بفيتامين معين لتساقط الشعر. بالظبط. في ناس بيبقى عندها غدة اوريدي بيبقى ما ينفع لهم مش اي علاج طبعا. بس هي دي اهم نقطه. سيبك بقى من حته الزيوت اللي هي اصل احنا بنستخدم الزيت الفلاني عشان التساقط، ما فيش الكلام ده. الزيت استخدامه الوحيد هو حمامه الزيوت، يعني هو ده اللي انا بنصحه للشعر. غير كده هتصلحي حاجه وحاجه تانية هتبوظ. في حاجه انتشرت قوي اللي هي مرض الثعلبه، اللي هو الفراغات اللي طبعا اب نورمال خالص في الشعر ديت. بيبقى اسبابها ايه؟ وهل مثلا كل اللي حضرتك قلتيه او العلاجات اللي حضرتك قلتيها هل ليها علاج داخل فيها علاج؟ بصي الثعلبه طبعا ده مرض طبي، يعني مرض ولازم علاجه طبيا. ومعظم العلاجات بتاعته عن طريق كريمات وعن طريق سبريهات. تمام. بس ما يعني ملهاش تدخل تجميلي، لا هو الموضوع الموضوع في الاول وفي الاخر هو طبي. لان هو مرض زي مرض الاكزيما مثلا كده. انا يعني ناس جات لي عندها اكزيما، انا هعمل لهم ايه؟ مش ملهاش حل يعني. ما هيروحوا لاقرب دكتور هم ده اللي هيقدر يفيدهم. طبعا. لان انما الثعلبه والاكزيما والحاجات دي كلها لا طبعا صعب ان انا احط ايدي فيها اصلا، ما ينفعش غير مصرح ليا اصلا. ايوه خارج تخصص. طيب اهم حاجه بقى وانا شخصيا الهالات السوداء. مشكلة العصر. انا عارفة ان ليها اسباب كتيرة جدا بس احنا عايزين علاج. تمام. الهالات السوداء ليها فعلا علاج؟ ليها طبعا. في سهر اكيد، في سهر طبعا، في شاي وقهوة طول اليوم اكيد طبعا، هو كل ده يعني مؤثرات. بالظبط. طيب احنا هنعالجها ازاي؟ لازم ننام كويس 8 ساعات على الاقل. عشان في فترة النوم دي انا بحسن مستوى الكولاجين في البشرة. تمام.
تاني حاجه بهتم بالشاي الاخضر، تمام. الشاي الاخضر يعني كويس جدا ان هو فيه مضادات اكسده، تمام. فاوريدي بيحسن لي من البشره عامه وليس الهالات بيعمل السوداء في بس. التخسيس برضو ولا ملوش؟ طبعا اه طبعا، طب اللي مش عايزه ده تخسي بقى اساسي. تشرب شاي افضل ده ليه؟ انا هشرب. معانا اتصال. ايوه فندم، معانا اتصال. الو، ايوه مدام هبه معايا، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش انا مش سامعه كويس. اتفضلي يا حبيبتي سؤالك. انا الاول بقول لحضرتك كل سنه وانتم طيبين، وحضرتك طيبه وبرحب بأستاذتنا استاذه هيام. ميرسي. بصي انا كنت عايزه اسالها، انا شعري بينزل بطريقه يعني اكتر من 150 شعره في اليوم، فانا رحت الدكتور وعطاني ادويه حديد وادويه تاني لنزول الشعر لمده 3 شهور وسبراي وشامبو مخصص بشتريه من الصيدليه، لكن للاسف النزول اكتر من الاول وفي شعر بدا يظهر لونه ابيض مع ان انا سني 30 سنه. حضرتك بتاخدي الادويه دي بقالك كتير؟ وشعري دايما جاف على طول وتعبان على طول وهايش، ومهما بستخدم في اي حاجه دايما هايش باستمرار. هتسألي في حاجه يا استاذه؟ اه انا عايزه اسالك بس، معلش انت تاني سؤال، الكريمات اللي هي في الصيدليات اللي بتحتوي على ماده الجليسرين ديت كويسه ان انا استخدمها كمرطبات في خلال اليوم؟ خليكي في الكريمات الطبيه. طب ماشي، خليكي تمام معانا هجاوبك. واسمعي حضرتك اجابه سؤالتك ان شاء الله، الاستاذه هتجاوبك. معانا اتصال اخر، معانا مدام ايمان. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم، اتفضلي. حضرتك طيبين. وحضرتك طيبه وخير. حضرتك طيبه يا فندم. انا كنت عايزه اسال الاستاذه هيام على حاجه. اتفضلي. الو. ايوه يا فندم، اتفضلي. ايوه، انا من كام يوم عملت شعري فرد بس بمواد كيماويه اللي هي في الصيدليه. لا انا مش سامعه، بس ممكن نعلي الصوت شويه. عملت شعري فرد. ايوه. الو. ايوه فندم سامعاكي. ايوه انا عملت شعري فرد. اه شعري فرد بكريم من الصيدليه. بكريم من الصيدليه. اه حضرتك عملتيه لنفسك في البيت يعني؟ ايه حضرتك عملتيه لنفسك في البيت؟ اه بس شعري وقع بالخصل اكيد. اصلا قبل الفرد شعري على طول ناشف، وهتلاقيه بيقع بالخصل اطرافه، مهما احط له بقى زيوت او كريمات او حمامات كريم الاقيه من الطرف ناشف جدا. اخبار التساقط ايه؟ بينزل بطريقه فظيعه الخصل زي ما انا قلت. ماشي، خليكي معانا والاستاذه هتجاوب حضرتك. ايه هنرجع للسؤال الاولاني. السؤال الاولاني التساقط اللي عندها، وان هي راحت لدكتور ونسبه التساقط زادت شويه. طيب وبتقول ان في بوادر شعر ابيض. هو كده دخل فيها عامل وراثي، تمام. هي دخل كده فيها حته ان اكيد 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 عندها موضوع التساقط ده وراثي، تمام. دي حاجه. تاني حاجه، اي دواء شعر بيبقى فيه نسبه المينوكسيدين عشان اقدر احدد ان انا فعلا خلاص اتعالجت من تساقط الشعر المرضي اللي عندي ده، مش اقل من 6 شهور لسنه. وقبل سنه ما ينفعش ان انا اوقف الدواء اللي انا قلت لحضرتك عليه اللي فيه الماده اللي هي المينوكسيدين، تمام. هي حصل كده مع الدكتور، يبقى هو كان المفروض من الاول ما كانش يتكتب لها سبريهات، لا ده المفروض ان هي كانت تاخد حقن بلازما اللي هي البي ار بي، تمام، ودخل فيها ميزوثيرابي، تمام، عشان تقدر تفتح مسام فروتها وتضخ فيها الدوره الدمويه شويه عشان تساعدها على موضوع التساقط ده، تمام. حاجه تانية ممكن تكون عندها ان هي استخدامها للمستحضرات الطبيه او المستحضرات التجميل غلط، بمعنى ان انا لازم اخد الشاور بتاعي بالشامبو واحط الكونديشنر واحط الهير ماسك بتاعي وانشف شعري كويس. حته ان انا اطلع من الحمام والفه كحكه وخلاص على كده، لازم لما اجي افك الكحكه هلاقي كبشه شعر في ايدي. معانا اتصال تاني. يا ام اسلام اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ؟ طب ممكن توطي صوت التلفزيون شويه لو سمحتي؟ واطيه منا. بقول ازاي حضرتكم وكل سنه وانتم طيبين ويجعلها سنه سعيده علينا وعليكم يا رب. اتفضلي. حضرتك انا شعري بينزل، انا عندي حاله نفسيه، هل هو من الحاله النفسيه اللي عندي ولا من ايه؟ وانا تعبت من الدكاتره وشعري بنتي خشن، فعملت لها اللي هو الفرد الايطالي دوت وجوزتها وبتقول لي ده انا مكسوفه من شعري يا ماما.
فمش عارفة أعمل لها إيه. حاضر هنجاوب على حضرتك، الأستاذة هتجاوبك حالا. ماشي هنجاوب السؤال الأولاني. إحنا جاوبنا السؤال الأولاني خلاص. أه السؤال التاني. السؤال التاني كانت بتسأل، عايزة أفتكر بس. عن الفرد. عن الفرد ان هي عملت كريم فرد والشعر طبيعي لازم الشعر هيقع بالخصل، ده ان هو يقع منها. هي عملته لنفسها في ده غلط، لان طبعا كريمات الفرد اللي هي اللي موجوده في الصيدليه دي المفروض بتتم بطريقه معينه على ايه، على ايدي متخصصين، ما ينفعش تلمس الفروه نهائي. دي تلمس الفروه دي كده تجيب لها حروق اساسا، حروق كمان من الدرجه الاولى والدرجه الثانيه. لازم تبعد عن الفروه خلاص. طبعا طبعا انت بتفردي الشعرايه دي في الاول وفي الاخر دي كيميكلز، ما ينفعش ان هي تلمس الشعر، ما ينفعش تلمس الفروه اصلا. تمام، فانت اخدتي الخطوه واخدتي حمامك سوري كريم الفرد وطبقتيه على شعرك. ما طبيعي ان انا ده، انا حتى يعني اللي انا مخمناه يعني ان هي هتلاقي وهي بتنزل شعرها في الحوض بيقع في الحوض بالخصل طبيعي، لان طبعا شعرها اكيد ممكن ما كانش يستحمل ابدا قوه الحمام الكريم الفرد دوت. يعني كريم الفرد ده مخصص لشعور اللي هي مثلا اللي هي الافرو، الشعور اللي هي الصعبه. في الاول في الاخر شعرها سمكها تخين عشان تقدر ان هو تقدر تستحمل الكريم دوت. انما هي اوريدي ممكن تكون شعرها ضعيف وهايش ما حبتش منظره فجبت كريم الفرد فوق على شعرها. تمام، دي حاجه. معانا استاذه ناديه، اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. ايوه يا فندم معاكي. لو سمحتي ممكن اسال سؤال؟ طبعا يا فندم اتفضلي. أيوة. انا كنت عامله كريم فرد وبعدين بوظ لي شعري من البدايه. ومش عارفه اعمل ايه. ماشي الاستاذه هتجاوبك. حاضر. ماشي يا فندم. ايه نرجع معظمهم كلهم كريمات فرد. هما تقريبا كده الاجابه واحده. هما لا هما بيستسهلوا وفي الاول وفي الاخر يقول لك عشان الموضوع مادي شويه. يعني فاحنا رجع فيها العامل المادي. بس انا عندي ما تعمليش خالص وامشي على حاجات طبيعيه احسن. طب بالنسبه للسؤال اللي فات عشان بس ما نتخطاش. السؤال اللي فات كانت بنتها شعرها خشن جدا عملته وبعد كده عملته برضو بالكريم فرد. ما هي برضو في الاول وفي الاخر عملته بالكريم فرد. كريم الفرد هيعمل ايه؟ هينشف الشعر، مفيش ترطيب للشعر نهائي غير الـ غير الـ غير الحاجات بتاعه البروتين والترميم نهائي. انت لو مثلا بصيتي للبيج بتاعتي هتلاقي الشعور طالع ناتشرال، يعني الشعرايه طالعه طبيعيه جدا. الستريت كريم بيخلي شعرايه واقفه. ايوه ما فيهاش مش رطبه، مع اقل مجهود بتلاقيها بتتكسر بتتقطع. وهو ده اللي بيحصل. والبنات الصغننين طبعا بنات الصغننين ممنوع خالص كريمات يعني فرد. ليها علاج دلوقتي ممكن تعالجه؟ بصي هو يعني كريمات الفرد للاطفال او للكبار لازم يتقص. هي على كلامها عروسه لازم يتقص. هو لازم يتقص، يعني كل ما شعرها يطول تقص القديم، تقص القديم لغايه ما تتخلص تماما تماما من كريم الفرد ده. تروح الصيدليه او تروح اي متجر كبير وتجيب كريمات، طبعا بدون ذكر اسماء، تجيب كريمات وشامبوهات مخصصه للشعر التالف، الشعر المحروق. تمام، لان ده بيبقى خلاص هو اوريدي الشعر اتحرق، فبدل ما الشعرايه تتقطم مني تبدا بقى تعالج. لا تبدا بقى ايه تحافظ بس على الشعرايه لغايه ما تطول تبدا تتقص. معانا اتصال تاني. الو. ايوه يا فندم اتفضلي. الو. ايوه يا فندم سامعاكي اتفضلي. انا دعاء. اهلا بيكي. لا ممكن توطي التلفزيون لو سمحتي. عندي تساقط في الشعر و لو سمحتي وطي التلفزيون واسمعيني. الشعر بينزل كتير وخفيف. طيب ماشي تمام، الاستاذه هترد عليك. هو هتلاقينا كلنا بنشتكي بتساقط الشعر. تمام، وهتلاقي في الاول في الاخر سوء تغذيه. في الاول وفي الاخر سوء التغذيه بتاعتنا، ان احنا ما بناكلش اكل صحي. وهل برضو الحجاب برضو ليه تاثير على؟ بصي الحجاب عشان فتره طويله او ليه فتره معينه مثلا؟ ما انت اوريدي، ما انت حتى وانت لابسه الحجاب انت تحت يعني الشعر من تحت انت اوريدي بتحطي له مرطبات بحيث ان هو خلاص، يعني انت حتى لو انت مغطيه خلاص، يعني هو ده في شامبوهات ومجموعات عنايه مخصصه للشعر المغطى.
طب الفتره تتراوح من قد ايه باللي هي الفتره الصحيحه اللي هي النورمال اللي احنا نقدر ان احنا نغطي الشعر بيه؟ يعني بصي انا واحده برضو بشتغل في فتره طويله. بس انت مثلا الماكسيمم بتاعك مثلا 4 ساعات 5 ساعات عشان بس حتى ان الشعر ياخد نفسه. وحتى لو انت دخلتي الحمام مثلا او اي حاجه ففكيتي الطرحه ويعني نطرتي شعرك ولبستيها تاني مفيش مشكله، الحته دي بس بتجري الدوره الدمويه. طبعا بالظبط كده. طبعا فالموضوع يعني هيبقى ايه اقل ضرر بكتير. بالنسبه للمدام اللي كانت بتقول حالتها النفسيه في حالتها النفسيه انا قلت لك العامل الاساسي كمان برضو هتلاقي في التصاعد العامل بالظبط طبيعي من الهالات السوداء بالظبط يعني بالظبط. فهو طبعا العامل النفسي ده يعني ليه مرجع صعب جدا يعني الشعر والبشره طبعا. طب بالنسبه للخطوط اللي هي بتبقى تحت العين دي، هل دي بتبقى مثلا عوامل معينه ولا بتبقى تقدم السن؟ تقدم السن ده اكيد طبعا. فانت لازم من اول 25 وتاخدي كريمات انتي ايجينج. تمام، في انتي ايجينج بلس 30 بلس 40 من سن 25. طبعا. معانا اتصال استاذه رحاب اتفضلي. اتقطع الكمين. تمام، فلازم ان انتي تستخدمي كريمات او سيرم للبشره انتي ايجينج. تمام، الحاجات بقى اللي هي فيها ذرات الذهب والحاجات دي بتحفز الكولاجين في البشره. ما توصليش لمرحلة الخطوط، لأن وصلت لمرحلة الخطوط يبقى أنت دخلتي في سكة فيلر. فهتدخلي بقى انجكشن بقى وحاجات كده فهتبقى بس بالنسبة لك البشرة يعني حضرتك لما نحط الكريم للبشرة بيختلف عن الخطوط اللي تحت العين ده بيبقى طبعا ده حاجة وده حاجة. طبعا ده بيبقى فيها كريم. أم مريم ونرجع نبدأ. اتفضلي أم مريم معانا. ألو ألو اتفضلي يا فندم. ايوه حضرتك اتفضلي يا فندم سامعاكي. عندي بنتي عندها 5 سنين شعرها 10 سنين 5 سنين بيبقى هايل جدا. شعرها ايه؟ معلش تاني لو سمحتي. هي عندها 5 سنين وشعرها بيبقى هايش من قدام قوي. شعرها هايش وبيقع. تمام، التغذية بتاعتها ايه ولا هي قفلت خلاص؟ معايا حضرتك لسه؟ انا مع حضرتك. التغذيه بتاعتها ايه يا ام مريم؟ هي بتاكل عادي بتاكل يعني بتاخد كالسيوم كويس يعني بتشرب لبن بيض جبنات. نعم انا ما بديش دواء كالسيوم. لا ما بتديش دواء، انا بقول لك الاكل نفسه. بتشرب لبن عادي بتاكل زبادي وبيض. تمام، عملت لها اي نوع من انواع الفرد؟ لا لا ما عملتش فرد خالص، بس انا كنت جايبه لها نوع من انواع السيروم لشعرها. تمام، التساقط قد ايه؟ ايه؟ التساقط قد ايه؟ معدل التساقط قد ايه؟ مش عارف والله، وانا لما باجي اصرحها بلاقي شعرتين ثلاثة مثلا كده في المشط او الفرشة؟ لا 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 لا، بيقع على الحتة او المشط اللي انا بصرحها فيه بلاقي واقع على الحتة. عندها انيميا؟ عندها انيميا. نسبتها قد ايه؟ مش عارفة بصراحة، بس هو الدكتور كان مديلها دواء الحديقة. تمام، مش هجاوب حضرتك، خليكي معانا هجاوب حضرتك. مرحب لسه موجوده؟ هجاوبك يا فندم، خليكي معانا هجاوبك الاستاذ. استاذ رحاب افتكروا الاسئله دي عشان مش هفتكر حاجه. استاذ رحاب معانا؟ طيب ماشي، نجاوب السؤال مع ما ترجع لنا استاذ رحاب. تمام، البنوته الصغننه هي طبعا هي قالت ان هي اوريدي عندها انيميا، فانيميا كفيله ان هي توقع شعرها. تمام، في السن ده؟ طبعا انيميا هتلاقي الحديد عندها رايح في داهيه خالص. طب ليه المنطقه اللي قدام بس الهيش بقى ده هتلاقيها؟ بصي الهيش ده تقصف، هتلاقيه وهي بكمل لها شعرها بتشده. الشده ديت بتقطع الشعر فتلاقي شعرها دي بقى وقفت كده. تمام، دي رقم واحد. رقم اتنين، هتلاقي بتستخدم الحاجات العادية اللي موجودة في السوق للشعر، مع ان ده المفروض غلط. بدل في تساقط يبقى لازم يكون المفروض لازم 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 حاجات طبية. تمام، حاجة تالتة، وهي رايحة المدرسة لازم احط لها عازل على شعرها عشان حتى ما تيجي مثلا تراب الجاردن بتاع المدرسة مثلا الشمس الهواء المطر كل ده لازم بحط عازل على الشعرايه عشان ما تتفاعلش معاها. تمام، العازل ده ايه؟ سيرم كويس، سبراي،
طبعا بدون ذكر اسماء، فالحاجات ديت اوريدي بتبقى ايه، بتعمل يعني واقي حمايه جامد جدا للشعر. تمام، نبعد الشعر الهايش، نبعد تماما عن الزيوت، ما تجيبليش بقى ولا زيوت من العطار مش عارف ايه، لا ملهاش علاقه. احنا قلنا الزيت في الاول في الاخر بيتعمل بيه حمام زيت، وبيبقى مره مثلا كل 3 اسابيع ولا حاجه كبس، عشان والزيت بيبقى اساسه على الفروه، لان الفروه بتاعتي دي هي التربه، هي دي التربه اللي انا بغذيها. تمام، الناس كلها عندها ثقافه ان انا احط الزيت على الشعر عشان الشعر يلزق في بعضه ويلمع كده وينام، يقول لك لازم ينام. لا هو مش لازم ينام على فكره. تمام، لا انا بغذي فروتي بالزيوت الطبيعيه اللي انا لازم ان هي امدها بيها، بس غير كده لا. بس ما اعتقدش ان هي في حاجه تانية عندها. لا خلاص، معايا استاذ صفاء. استاذه صفاء معايا؟ اه معاكي. اتفضلي يا فندم. بصي انا كنت رفيعه خالص ووزني زاد، لما كنت رفيعه كان في تحت عيوني سواد، قالوا لي لازم تعالجي الانيميا وزي كده، لما عالجت الانيميا برضو السواد قاعد. ممكن استفسر يعني من عندك؟ في سؤال حضرتك هتساليه؟ اه لا خلاص تمام ماشي. ماشي حضرتك هترد عليك الاستاذ. هي كانت نحيفة نقدر وعندها انيميا، عالجت الانيميا ولسه الحالات موجوده. هي بتقول لك وزنها زاد اوريدي، فهي وزنها ممكن زاد وعالجت الانيميا ولسه الحالات موجوده. الحالات بقى بصي حضرتك كنت سالاني برضه سؤال عن الحالات، فاحنا ما كملناهوش. الحالات لو احنا هنبص على علاج خارجي، نقدر نجيب قشر البطاطس. قشر البطاطس، قشر البطاطس ونحطه على عينينا مثلا لمده 3 ساعة او 25 دقيقه قبل النوم. تمام، حاجه ثانيه ممكن نجيب مكعبات التلج، بس بدل ما هي ميه نعملها شاي اخضر ونحط عليها الباكت اللي تمام، ونمررها على منطقه العين. تمام، نحطها في شاشه مثلا او كده ونمررها على منطقه العين في الحته دي يعني بالليل. تمام، حاجه نتكلم على حاجه طبيه شويه، في حاجات للهالات السمراء بتتحط خارجيا. تمام، بس لاحظي ان انت الهالات السمراء دي شعيرات دمويه. تمام، اي خبطه فيها ممكن تضيع لك شكل العين، يكون التدليك خفيف جدا بالظبط. احنا باطراف صوابعنا كده بندلك. احنا الناس عندنا بتعمل ايه، تمسك المنديل. لا مش فاشل. تمام، مفيش. فطبعا بتعمل، ممكن تلاقي الناس قايمه من النوم تلاقي تضخم تحت عينيها عالي فعلا. تمام، فهو ده سبب برضو من الانتفاخات دي، سبب الشعيرات الدمويه. طبعا انت عندك انتفاخات، لا يبقى الانتفاخات مع الهالات السمراء، لا يبقى في كده في حاجه عندك غلط. تمام، هتلاقي بقى الاستعمال السيء زي ما انا بقول لك، منطقه حوالين العين دي ليها معامله خاصه، ليها كريمات خاصه، ليها سيرم خاص، مش زي اي حاجه، مش اي مرطب احطه واحط على عينيا وحوالين، لا مفيش الكلام ده. كثرة نزول المرأة دلوقتي للعمل، وطبعا الاهتمام بالبشرة ده شيء بيخلي المرأة يبقى عندها ثقة في نفسها. عايزين حضرتك تقول لنا نصايح عامة عن الاهتمام بالبشرة بالنسبة لأشعة الشمس، بالنسبة للحبوب. طبعا أكيد الحبوب بتكثر في البشرة الدهنية. أكيد طبعا. فعايزين حضرتك تقول لنا نصايح للاهتمام بالبشرة. طيب. بس في سؤال ما كملش بتاع الخطوط البيضاء، أنا لسه فاكرة ما كملناهوش. الخطوط البيضاء؟ الخطوط البيضاء نكمله وبعدين. هي اسمها العلامات التعبيرية. تقدم السن، اللي هي تقدم السن، وفي بتظهر لهم تحت سن مبكر، يعني بتظهر كده تحت العين مع الحركه بقى والكلام، مع الحركه الزياده والايد بالظبط كده. بصي ديت ده نقص في كولاجين. يعني ده نقص كولاجين، اقل حاجه هتلاقيها علمت في وشك ده كده، مفيش كولاجين في البشره. فبتهتمي لو اتكلمنا حاجات خارجيه، الكريمات اللي فيها كولاجين عالي. داخليا نهتم بالمواد اللي فيها مضادات اكسده، زي ما احنا قلنا الشاي الاخضر، المكسرات، اللوز، وعين الجمل. الحاجات دي اوريدي فيها كمان فيها فيتامينز عاليه جدا عشان البشره. تمام، الحاجات اللي فيها اوميجا 3 اللي احنا اللي مهدور حقها، يعني زي السلمون. موجوده في ايه مثلا؟ زي السلمون مثلا، موجوده في السلمون. لو حتى الناس مثلا بتقول لك لا اصلا انا ما اقدرش اكل الاكل ده، خدي تابلتس، ودي دواء كبسولات العاديه الاوميجا 3 بتاخديها مثلا يعني من مرتين لثلاثه في اليوم. هي كويسه جدا يعني فعلا. بيوصفها في حالات كتير اكتر من بالظبط، بتلاقي البشره اختلفت والشعر اختلف تماما يعني. صحيح. تمام، كنا بنسال حاجه ثانيه. السؤال اللي هو اللي عايزين بالبشره، حبوب واشعه الشمس
فترات طبعا مختلفه يعني. صن بلوك طبيعي كده، هو الصن بلوك بس احنا كلنا بنختار صن بلوك واحد وبيمشي على كل البشره صح؟ ده اللي احنا عندنا الثقافه دي. ايوه ده اللي احنا عارفينه. لا هو ده اللي غلط. حضرتك هتضيف لنا النهارده جديد. لا هو اولا الصن بلوك المفروض الاس بي اف بتاعه ما يقلش عن 30، حتى هتلاقي عليه مكتوب بلس 30 او بلس 50 او يعني كده، هو المفروض ما يقلش عن 30، اكتر ما فيش مشكله تمام. طب الواقي بتاع البشره انا بستخدمه امتى؟ قبل نزولي من البيت بربع ساعه، مش هحطه وامشي تمام. رقم اتنين انا هستخدم واقي شكله ايه، مش هسترخص لان انا بلعب في وشي طبعا تمام. فانا لازم في براندات من 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 الصن بلوك بيبقى فيها زي كريم اساس، فالناس اللي هي اوريدي بتحط ميك اب كتير، فمجرد ان هي هتحط الصن بلوك ده كانها حاطه كريم اساس، فهي مش هتحتاج تحط كريم اساس تمام. الصن بلوك بيتكرر من ساعتين لتلاتة، يعني كل ثلاث ساعات بجدده. يعني لو مشوارها عدت ثلاث ساعات طبعا بجدد، يعني اشطف احط تاني. لا احنا هناخد من حضرتك اتنين، انا اخد حاجه طبيعي وحاجه غير طبيعي للفئه دي وللفئه دي. تمام. يعني لو حد عايز يعمل حاجه من البيت في متناول ايديها بمعنى اصح، ممكن تعمل ايه لو هي مش عايزه تضيف الصن بلوك على بشرتها؟ بصي صن بلوك ايه فايدته؟ انا 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 بحمي البشره من ارتلا فايلوت ريز اللي هي الاشعه فوق البنفسجيه. طب دي انا بتعرض لها امتى؟ في الشارع وانا واقفه في البلكونه مثلا، يعني كل دي انا بتعرض لها. في الحراره في المطبخ، يعني انت ممكن ان انت داخله المطبخ تحطي صن بلوك تمام. طب انا معيش ومش هقدر ان انا اجيب صن بلوك كويس، ممكن احط اي، هي المشكله ان هي ملهاش حل. يعني انت هتحطي ايه في بيتك غير ان انت بس هتبعدي عن الحراره، عن يعني تبعدي اللي هو المسافه المباشره، يعني ان انت ما تلزقيش وشك في جنب النار مثلا، او تقفي في البلكونه مده طويله تتعرضي للاشعه دي، ده برضو غلط تمام. هتهتمي بقى بالحاجات المرطبه، مجرد تدخلي مثلا من الحته اللي هي فيها حراره ديت تشطفي وشك كويس وتروحي حاطه التونر بتاعك وتروحي حاطه كريم مرطب. وده ما ياثرش على البشره الحساسه ولا لا لكل انواع البشره؟ البشره الحساسه بتتهيج ما اقل حاجه. يعني طلعتي في حراره هتلاقيها وشها احمر، لو حطيت لها مثلا حاجه طبيعيه تلاقي البشره احمرت، لو حطيت لها مثلا مركب اي حاجه داخل فيها ليمون بتلاقي بقى تهيج في البشره، وتلاقي ممكن في ناس بشرتها بتبطع او كده. أيوة. فطبعا ده هيبقى صعب، يعني البشره الحساسه ليها معامله خاصه. طب تنصحي البشره الحساسه بايه؟ للاسف الوقت خلص. خلص خلاص جدا، احنا ما حسيناش صراحه بالوقت صراحه، واستفدنا كلنا يعني. يا رب كده دايما ومن نجاح لنجاح، وصراحه احنا استفدنا وعايزين تاني تاني تاني. وحضرتك شرفتيني ونورتينا في حلقه النهارده، والى اللقاء في حلقه قادمه.